السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم اخواتي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بصحة وبخير رجعتلكم لكم فيديو جديد قبل ما نبدا في الفيديو اخواتي كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم وتاني حاجة كده صديقي عايز اقول لك في فيديو النهاردة حرفيا انت ممكن تشحن اكتر من 5000 شدة مجانا وبطريقة اسهل من السولة وهشرح لك كل حاجة داخل الفيديو بالتفصيل يلا بينا على طول يا شباب نروح على الفيديو بس قبل ما نروح خلونا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام عايزك كده صديقي تحط لايك الفيديو وفضلا ليس امرا نحط لايك كلنا زر الجرس ويلا بينا على طول الصديق نروح الفيديو اول حاجه كده صديق في الفيديو النهارده نجيب لك تطبيق التطبيق ده شباب جايبه بناء على طلبكم انتو. تطبيق بيج ريوردز اشرح لك صديق كل حاجه داخل الفيديو بالتفصيل اول حاجه صديق هسيب رابط التطبيق في وصف الفيديو كل اللي عليك بس صديق تضغط على الرابط الرابط مباشر هتحمل التطبيق اول طبعا صديق ما تفتح التطبيق تضغط على كلمة ساين اب اول خانة هيظهر لك الفيسبوك وجوجل تضغط طبعا صديق على جوجل وبعد كده يا هيظهر لك جميل ايميلات اللي في الموبايل بتاعك تضغط على اي ايميل بس كده على طول التطبيق هيفتح معاك انما طبعا يا صديقي لو انت اساسا عندك ايميل فتضغط على تاني خانه اللي هي لوج ان تمام وبس كده يا شباب على طول التطبيق هيفتح معانا وبس كده بقى صديق انت خلاص فتحت التطبيق دخلت التطبيق على طول ضغطت على اول خانه ساين اب وسجلت عن طريق جوجل دلوقتي بقى يا شباب هنعرف التطبيق بيشحن الشدات بكم نقطه وزي طبعا يا شباب ما قلت في بدايه الفيديو ممكن نشحن اكتر من 5000 شده مجانا هتخش كده يا صديق على قسم الرديم تلاقي عندك بقى جواهر فري فاير ومثلا بتقو جوجل بلاي وحاجات كتيرة جدًا جدا. احنا طبعا يا شباب عايزين شداد باب موبايل لو لاحظت كده صديقي هبتدي معاك بآخر حاجة تحت عندك يا صديقي 8100 شدة يعني زي ما انت شايف لو جمعت 200000 نقطة يعني يا شباب عدد النقاط كبير جدا انا عارف ولكن يعني صديقي لو جمعت 200000 نقطة فانت هتشحن كمان مش 5000 شدة اكتر من 5000 شدة صديقي زي ما انت شايف 8100 شدة وطبعا بقى صديقي لو انت عايز تشحن السيزون فقط فانت هتجمع 10000 نقطة وتشحن 325 شدة لو طبعا الصديق عايز تشحن 60 شدة فانت كل اللي عليك هتجمع 2000 نقطه فقط طيب يا شباب ازاي نجمع النقود؟ تعالوا دلوقتي اشرح لكم كل حاجه او طبعا كل الطرق اللي هنجمع بيها نقود، اول خانه كده صديق عندك اللي هي بلاي تو ارن تمام هنا صديقي بلاي تو ارن انت بتلعب الالعاب فقط وبس كده صديقي بتحصل على نقود، ودي طبعا الصديق اول خانه انت هتجمع بيها ان انت بتلعب الالعاب فقط وبس كده من خلال ان انت بتلعب الالعاب دي فانت كده صديقي هتجمع نقود ما بتعملش اي حاجه تاني، وتاني خانه طبعا يا صديقي اللي هي الخانه الرابعه او طبعا يعني صديقي الخانه اللي على اليمين دي طبعا الصديق الخانة دي انت بتشاهد هنا الفيديوهات فقط بتشاهد الفيديوهات وبتحصل على نقاط دخل التطبيق طبعا صديقي، يعني انت كل اللي عليك يا اما بتلعب الالعاب وتحصل على نقاط يا اما طبعا صديقي بتشاهد الفيديوهات وتحصل على نقاط، وعندنا طبعا يا شباب اول خانه على اليمين دي طبعا صديقي هنا انت بتعمل استبيانات، يعني استبيان يعني انت هنا صديقي بتخش كده تتسال شويه اسئله كل اللي عليك بس ان انت بتجاوب تمام؟ وكده طبعا صديقي انت بتجاوب على الاستبيان، وعندنا هنا يا شباب الخانه الرابعه على الشمال دي طبعا صديقي يعني الخانه اللي تحت على الشمال الخانه دي طبعا الصديق انت كل اللي عليك مثلا بتعمل فولو على الانستا بتعمل فولو على اليوتيوب او مثلا اشتراك على اليوتيوب تعمل اشتراك في قناه تليجرام الكلام ده طبعا الصديق وبتحصل على نكود يعني الصديق عايز تلعب الالعاب فقط وتحصل على نكود براحتك عايز تسمع الفيديوهات فقط وتحصل على النقود براحتك وده طبعا الصديق بدون اي عروض انت بقى عايز تعمل عروض فكل اللي عليك كده صديقه تضغط كده يعني بتنزل في التطبيق هتلاقي عندك صديقه عروض كتيره جدا زي ما انت شايف هتنزل بس كده تحت الاربع اللي انا وريتهم لك يعني انا وريتك اربع خانات ليه بالالعاب والاستبيانات ومشاهده الفيديوهات وخانه طبعا بقى صديق الاشتراكات والمتابعات والكلام ده بالمناسبه طبعا الصديق اللي لسه ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتنساش طبعا الصديق اللايك للفيديو بعد كده بقى شباب عندنا هنا حبه عروض انت طبعا صديقي بتحب تعمل العروض دي فانت هتبدا في تنفيذ العروض عندك طبعا عروض سهله بنقاط قليله وعندك برده صديق نقاط صعبه ولكن طبعا النقاط الصعبه عفوا يا شباب عندنا عروض بنكوت بنقاط عاليه جدا يعني صديق انت لو هتاخد نقاط قليله شويه فالعروض سهله انت طبعا لو عايز تاخد نقاط كتيره جدا فهتلاقي عندك ولكن طبعا صديق العروض هتلاقيها صعبه عشان طبعا انت هتحصل منها على نقاط عاليه جدا تمام صديق تمام فزي ما قلت لك بقى هتلاقي عندك عروض كتيره جدا انت بتحب العروض هتبدا طبعا الصديق ان انت تنفذ العروض دي انما انت طبعا بتحبش العروض فمش مجبر اصلا انت صديق ان انت تنفذ العروض دي وتبدأ بقى ان انت تلعب الالعاب زي ما شرحت لك او تسمع فيديوهات أو مثلا تجاوب على الاستبيانات الحاجات الصديق اللي أنا شرحتها لك دي قدام عينك. طيب يا شباب هل في طرق تانية إن إحنا نجمع بين داخل التطبيق؟ طبعا الصديق عندك طرق تانية تجمع بين لو جيت كده هنا الصديق على خانة أوفر اللي هي صديق تالت خانة قبل كلمة ريديم الخانة دي طبعا الصديق هتظهر معاك فيها شركات للعروض كتيرة جدا. لو جينا كده شباب عدينا لتالت خانة اللي هي خانة أوفر. طبعا هنا صديق في خانة أوفر هتلاقي عندك عروض كتيرة جدا أو طبعا شركات للعروض كتيرة جدا هتلاقي بقى صديق عندك عروض مثلا عروض اوفر تور وهتلاقي صديق عندك يعني اكتر من عشر شركات تقريبا هتلاقي صديقي زي ما انت شايف عندك 11 شركة للعروض لو انت طبعا الصديق بقى بتحب العروض فانت هتبدا تنفيذ عروض في اي شركة مش الشركات اللي قدامك دي انت طبعا بقى صديقي ما بتحبش العروض فزي ما انا شرحت لك في بداية الفيديو عندك لعب الالعاب عندك ان انت تسمع فيديوهات عندك ان انت تجاوب على استبيانات يعني صديق طرق كتيرة جدا ان انت تجمع نقود داخل التطبيق ده واعتقد انا صديقي اللي انا شرحت لك كل حاجه بالتفصيل من اول ما تحمل التطبيق وتسجل حتى صديق بعد ما تجمع نقاط واشرح لك دلوقتي ازاي بعد ما تجمع النقاط دي تحولها لشدات بابز موبايل مجانا تمام تمام يا صديقي تمام يعني انت دلوقتي بقى صديقي هتبدا تنفيذ عروض انت بتحبش العروض هتبدا تجميع نقاط من مشاهده الفيديوهات من الاستبيانات من كل الحاجات اللي قدامك دي يا صديقي اللي انا انا تقريبا شرحت لك الحاجات دي بالتفصيل عند خانه بلاي تو طبعا صديقي لو انت تحب الالعاب وعايز تلعب العاب عندك الخانه اللي جنبها على طول استبيانات لو انت عايز تجاوب على الاسئلة عندك صديق الخانه اللي تحت بلاي تو ايرن هنا طبعا صديق بتعمل مثلا اشتراك في قناه يوتيوب مش عارف ايه الكلام السهل ده كله عندك صديق الخانه الرابعه اللي على ايدك اليمين اللي هي تحت على ايدك اليمين بتشاهد فيديوهات وتحصل على نقاط اعتقد يعني الشباب مفيش حاجه اسهل من كده طب انت بقى صديق دلوقتي خلاص جمعت النقاط هتيجي على اخر خانه خانه خين ترديم وتخش طبعا صديق على باب موبايل يو سي طبعا بقى صديق هتلاقي عندك بتوع جوجل بلاي جواهر فري فاير هتلاقي عندك صديقه حاجات كتيره جدا ولكن احنا عايزين ايه عايزين شدات بابز موبايل مجانا فكل اللي عليك يا هتخش على بابز موبايل ريديم او باب موبايل يو سي هتلاقي بقى صديق قدامك كل حاجه زي ما انا شرحتها لك عندك بقى صديق ده طبعا الصديق بعد ما تجمع نقاط عندك لو انت عايز تشحن واحد دولار او طبعا عايز تشحن ستين شده فكل اللي عليك صديق انك هتجمع الفين نقطه فقط تمام طيب انت دلوقتي مثلا عايز تشحن 325 شده وتفتح السيزون كل اللي عليك صديقك جمع 10000 نقطه وتشحن 325 شده طب انت بقى عايز اكتر من 5000 شده عايز 8100 شده فانت هنا طبعا الصديق هتجمع ألف نقطه ولكن طبعا يا شباب العدد ده كبير جدا 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 يعني انت صديق باقصى حاجه لو انت عايز تشحن السيزون فانت صديقي تجمع ألف نقطه من جميع الطرق اللي انا شرحتها لك وبس كده جمعت ال 10000 نقطه تشحن 325 شده طيب انت ناقصك 60 شده فقط كل اللي عليك صديقي هتجمع 2000 نقطه بس كده يا شباب الفيديو النهارده خلص اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح وشرحت لكم كل حاجه بالتفصيل لو مستمر معي بقى صديق لغايه دلوقتي ما تحط لايك الفيديو واشترك في القناه اتمنى شباب يكون الفيديو عجبكم اشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله وسلام